السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم. مرحبا بكم في الدرس الثالث من دروس اللغة العربية من دروس الوحدة الأولى في مادة اللغة العربية للسنة الأولى من التعليم الابتدائي. الدجاجة والثعلب. ألاحظوا وأتحدث. في الصورة الأولى نلاحظ ديكا ودجاجة وثلاثة من الكتاكيت يجتمعون حول مائدة الطعام، وفي الصورة الثانية نلاحظ الديك أمام الباب وهو يتحدث إلى الدجاجة زوجته، والكتاكيت ينظرون إليهما يتحدثان. كما نلاحظ أن خلف البيت يختبئ ثعلب ماكر. في الصورة الثالثة نلاحظ أن الدجاجة تحمي صيصانها بأجنحتها، وأن الديك غاضب وهو يحاول أن يضرب الثعلب. وفي الصورة الرابعة نلاحظ الثعلب قد ذهب يجري، وأن الوالدين الديك والدجاجة يحملان صيصاهما. استمع لودادة تحيي وترد التحية ثم أحاكيها. وداد تحيي جدها. صباح الخير جدي. صباح الخير حفيدتي. وداد تحيي أستاذتها. السلام عليكم أستاذتي. وعليكم السلام وداد. وداد ترد التحية. مساءك سعيد عزيزتي. مساءك أسعد أمي. أستمع لودادة تشكر ثم أحاكيها. وداد تشكر جدها. هل أعجبتك الحكاية؟ نعم جدي، شكرا جزيلا. وداد تشكر أستاذتها. خذي هذه القصة المشوقة. مع خالص شكري أستاذتي. وداد تشكر أمها. خذي اللمجة التي طلبت مني. أشكرك ماما. أكتشف وأتعرف. حرف الراء. أرفع يدي إذا سمعت الصوت ر. الصورة الأولى قثارة. قثارة، نعم أرفع يدي. الصورة الثانية كمان. كمان، لا أرفع يدي. الصورة الثالثة ربابة. ربابة، نعم أرفع يدي. ثانيا أضع علامة إكس.
تحت الصورة إذا سمعت الصوت ر في وسط الكلمة. الصورة الأولى: رمان، رمان. لا، حرف الراء لا نسمعه في وسط الكلمة. الصورة الثانية: درهم، درهم. نعم، صوت الراء وسط الكلمة. الكلمة الثالثة: سيارة، سيارة. نعم، حرف الراء وسط الكلمة. والكلمة الأخيرة: مدار، مدار. لا، صوت الراء ليس في وسط الكلمة. ثالثا: أقرأ وأتعرف أشكال حرف الراء. الحرف في أول الكلمة: رمان، رمان. ر، رماد، رماد. ر. الحرف في وسط الكلمة: مراد، مراد. را. درهم، درهم. ر. الحرف في آخر الكلمة: مر، مر. ر. مدار، مدار. ر. أستثمر. رابعا: أصل حرف الراء بالحركة المناسبة كما في المثال. المثال: مدار مع التنوين بالضمة. الكلمة الأولى: رمان، رمان. نربطها بالضمة. الكلمة الثانية: دارا، دارا. نربطها بالتنوين بفتحتين. والكلمة الأخيرة: محرار، محرار. نربطها بالتنوين بالكسرة. خامسا: أقرأ ثم أصل الكلمة المناسبة بالصورة. الصورة الأولى: دار أو بيت. الكلمات هي: مراد، دار، مرمر. الكلمة المناسبة هي: دار، دار. الصورة الثانية: الكلمات هي: رماد، سرير، مريم. الكلمة المناسبة للصورة الثانية هي: سرير، سرير. سادسا: أدمج المقاطع لتكوين كلمة كما في المثال: مراد، تعطينا مراد. الكلمة الثانية: رامي، تعطينا رامي.
الكلمة الثالثة مدار، تعطينا مدار. أقرأ. سابعا، أقرأ المقاطع. أرى، أرو، ري، را، رو، ري، رن، رن، رين. ثامنا، أقرأ الكلمات. الكلمة الأولى رامي، رامي. الكلمة الثانية مريم، مريم. الكلمة الثالثة مراد، مراد. الكلمة الرابعة دور، دور. الكلمة الخامسة رد، رد. الكلمة السادسة مرمر، مرمر. الكلمة السابعة داري، داري. والكلمة الثامنة مدار، مدار. تاسعا، أقرأ الجمل. الجملة الأولى حمام مريم أمام ريم، حمام مريم أمام ريم. الجملة الثانية ريم أمام مريم، ريم أمام مريم. الجملة الثالثة مريم أمام مراد، مريم أمام مراد. أكتب. ألاحظ مسار الحرف ثم أكتب. حرف الراء في بداية الكلمة، حرف الراء في وسط الكلمة أو أرى، 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 أرى. رو، 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 رو. ري، 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 ري. را، 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 را. رن، 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 رن. مدار، 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 مدار. أختار المقاطع وأكتب كلمة. الكلمة الأولى الصورة، صورة الولد. اسمه مراد، مراد. استعملنا المقاطع م ورا ودن. وفي الصورة الثانية نستعمل المقاطع دا م ورن، تعطينا الكلمة م دا رن،
مدار. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.